اهتمامها ايش راح يطلع لنا من حكومه خدمه تشوف هذا الوزير او رئيس الوزراء راح يصدق ويا الناس، راح يشربون ميه حلوه، راح يوصل كهرباء ما تنقطع عليه وزراء التكنوقراط. لو ما تكنوقراط، تجربه اثبتت فشلها، مع احترامنا لكل الوزراء، اثبتت فشلها واصبحت تكنوقراط بين هلالين المستقلين، اكثر وزراء تابعين وخاضعين للقوى السياسيه. هل يعقل ان نعيد او نعيد تجربه ثبت فشلها وعندك عشرات الوزراء وانت اعلم بهم؟ فلن نقبل بين. ليش؟ ارجع لك للاولى مال الحكومه وتشكيلها، الوزراء ايضا يكون كل وزير اكو كتله تتحمل مسؤوليته، سواء الكتله الاكبر تتحمل مسؤوليه كل الحكومه ووزرائها او بشكل فرعي ايضا. حتى باكر ما اقول والله مو بيدي، ما له علاقه، صايرين مثل المصان غير مسؤول، هو يدير الوزاره، هو يشرف عليها، هو يجيب الوزير، ما له علاقه، وزاره مستقلين.